عندي نقطتين مهمين جدا قبل ما اطلع لفاصل. النقطه الاولى، الناس بتتكلم على طب الاهلي هيتعامل ازاي مع نهايه الموسم في ظل ان خلاص الاهلي بقى بطل للدوري العام، وبالتالي مش محتاج حاجه من المباريات المقبله تحديدا بعد لقاء الزمالك ان شاء الله باذن الله يعني. طيب انا بقول لكم ان الفتره الجايه الاهلي هيتعامل بمنح راحات للاعبين ولكن بشكل تدريجي. انت لسه عندك مسابقه كاس مصر ما خلصتش، وعندك مباراه في دور ال 16 امام الداخليه يوم 30/7، ودور الثمانيه مع المصري، مصر تحديدا اتاهل خلاص لدور الثمانيه، فغالبا هتبقى ممكن بعد 3 4 ايام من مباراه الداخليه، فممكن المباراه تكون يوم 3 او 4 اغسطس. فبالتالي ادي ماتش مهم جدا في كاس مصر، فعندك الداخليه والمصري دور ال 16 دور الثمانيه، ان شاء الله كسبت وكملت، لسه عندك سيمي فاينل وفاينل، وفي حال خروج الزمالك من البطوله العربيه في الدور الاول هيجي يلعب سيمي فاينل مع بيراميدز يوم 8/8 او 7/8 على اقصى تقدير. وبالتالي لسه الكاس مستمر معاك لغايه الفاينل يوم 10 او 11/8. وبالتالي الموسم مستمر لغايه اول 10 ايام من شهر اغسطس. فايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ في اتجاه ان يبقى في راحات ولكن بشكل تدريجي. يعني مثلا بعد مباراه الزمالك عدد من اللاعبين وعلى راسهم مثلا اليو ديانج هياخدوا اجازه لمده 5 6 ايام. بعد او مثلا بحد اقصى مثلا حوالي 10 ايام. بعد مثلا 25 او 26/7 يرجعوا اللعيبه دي، وفي لعيبه ثانيه تاخد اجازه لغايه مثلا يوم 7/8 او 8/8 وهكذا، بحيث ان كل لاعب خد الفتره المناسبه ليه كراحه. ده جزء الجهاز الفني بيفكر فيه. في جزء تاني يقول لك لا، انا ممكن ادي راحه لابرز العناصر في التشكيله الاساسيه اجازه لغايه الاسبوع الاخير من شهر 7 لمده مثلا اسبوعين، وبعد ما اشوف موقفي من مباراه الداخليه ابدا اشوف المباراه المقبله، هل اكمل بالمجموعه اللي ما بتشاركش بشكل اساسي، ولا المجموعه اللي خدت اجازه ترجع وتبدا بقى تستعد للموسم الجديد برنامج اعداد، ويكونوا جاهزين على الاقل لمباراتي السيمي فاينل والفاينل في كاس مصر. الاهلي على فكره يمكن خاض المراحل دي قبل كده في مواسم سابقه، وكان بيلعب مباريات الكاس بدون العناصر الاساسيه، ولما بيوصل للمباراه النهائيه بيلعب بالتشكيله الاساسيه او بمجموعه العناصر اللي راجعه من الراحه او الاجازه. ده هنشوفه بنسبه كبيره بعد مباراه الزمالك، هيكون في خبر مهم جدا متعلق بمنح اللاعبين اجازه وراحه سلبيه خلال الفتره المقبله.